نذهب للتقنيات الحديثة في تجهيز الأطعمة بمعايير عالية وفق أنظمة سلامة الأغذية يعتمدها المطبخ الرئيسي في مدينة حمد الطبية، فيساهم بشكل أساسي في تعافي المريض والمحافظة على صحته. نتابع. تم افتتاح مؤخرا 3 مستشفيات في مدينة حمد الطبية، اللي هو في مركز قطر لإعادة التأهيل اللي يقع فيه المطبخ الرئيسي للثلاثة مستشفيات، واللي يقدم خدمات التغذية لثلاثة مستشفيات بالإضافة إلى المستشفى الأمراض الانتقالية، وتقريبا نقدم حاليا ما يقارب 1000 وجبة يوميا. في المستقبل حتصل إلى 4800 وجبة لما تكتمل الطاقة الاستيعابية للمستشفى صحة المرأة والأبحاث والمستشفى الرعاية اليومية. المطبخ المركزي يقدم 3 أنواع من الوجبات، كل نوع له مجموعة قوائم. الوجبات التي تقدم لمرضى الحمية الخاصة، لدينا 65 قائمة خاصة حسب نوعية كل مريض. الوجبة يقع اختيارها من طرف الطبيب المباشر للمريض. فيه الوجبات التي تقدم للمريض العادي، صاحب الحمية العادية يعني مريض. فعنا نوعين قائمة طعام، قائمة اختيارية وفي القائمة الأسبوعية اللي هي يعني على مدار الأسبوع. في عنا النوع الثالث هي القائمة الأقسام الخاصة أو المرضى الفي آي بي، إحنا بحكيه عندهم مينيو خاص، قائمة خاصة وفيها اختيار. نحاول نقدم أطباق تنافس 5 نجوم فنادق في جودة وطريقة تقديم الأطباق للمريض. المطبخ المركزي التابع لمدينة حمد بن خليفة الطبية صمم بأحدث المعايير العالمية، والذي تتوافق مع رؤية مؤسسة حمد الطبية ومع رؤية الدولة 2030 من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على دولة قطر. قسم التغذية العلاجية له دور رئيسي في المطبخ المركزي، حيث يتم من خلال منسقي التغذية العلاجية الإشراف على الوجبات الغذائية العلاجية، والتي يتم وصفها عن طريق الطبيب المعالج بالتعاون مع أخصائيين التغذية السريرية، حيث لكل مريض هناك وجبة علاجية حسب حالته المرضية. هنا يوجد أكثر من 150 وصفة غذائية وتتناسب مع جميع الحالات المرضية، وبعد ذلك بعد أن يتم وصف الغذاء المناسب له عن طريق النظام الإلكتروني يتم إرساله للمطبخ المركزي، وبعد ذلك يتم طباعة الوصفة الغذائية، وبالتعاون مع منسقي التغذية السريرية يتم صرف هذا الغذاء وفقا للحالة المرضية للمريض. عندنا أجهزة عشان نحافظ على سلامة الأغذية ونحفظها في درجة حرارة معينة اللي هي المعروف بها. نفس الشيء الأكل يقع تقسيمه على خطين سير حتى لا يقع أي احتمالية خلط في الوجبات أو تروح لوجبة بالخطأ إلى مريض. بعد تجهيز الصحن أو الطبق كامل، الوجبة كاملة، عندنا جهاز تعزيز حراري من فترة 7 أشهر فقط انطلق العمل في المطبخ المركزي، وفي الفترة هذه قدرنا أنه نتحصل على الأيزو 22000 اللي هو نظام إدارة سلامة الأغذية. يقع تخزين المواد على حسب نوعيتها أو المجموعة. عندنا المواد المثلجة حتكون في الثلاجة، المواد الجافة حتكون في المخزن المواد الجافة، والخضار والغلال يقع تعقيمها قبل دخولها للمطبخ. المطبخ مجهز بأحدث معدات الطبخ اللي موجودة في العالم الحين، من ضمنها الجهاز اللي ورايا بشرح لكم، هو جهاز اسمه فليكسي شيف، يعني متعدد المهام وعنده قدرات على الطبخ يعني واسعة وتوفرنا وقت.
يقوم بجميع انواع الطبخ، بس الروستينج اللي هو التحمير، التحمير يقع في الفرن. احنا دورنا كبير في المساهمه في تعافي المريض وشفائه في وقت وجيز عن طريق التغذيه السليمه واستعمال المواد الصحيه والسليمه.